انا فكاين اللي يقدر يصوم كاين اللي يقدر ما يصومش، ما نقدر نقول لهم يصوموا ولا ما يصوموش، هذه يشوفوا الاختصاصيه. انت دوكا اكثر امورك صايم كيفاش؟ نو كان جيت بلاصتو اللي صايم راني شويه راني بديت بديت نروح فيها. الوغ كو الجوار يلعب كيفاه يدير كيفاه يدير. انت تايد الفكره تاع الصيام ولا لا؟ يا خويا يشوفوا الاختصاصيين هما يقولوا ايد هك ولا هك، هما يشوفوا والجوار يشوف دابور سي لو جوار هو اللي راه الامكانيه تاعو واش يقول في التيران. لا لازم غير الاختصاصيين العلماء في الدين هما اللي يعرفوا اضرب هذا الامر. انا هكذا اني هكذا قاعد مانيش قادر نمشي. هو دوك الجوار لازم نحترموا الراي ديالو، الا شايف القدرات تاعو هو ديجا محترف او لاعب ديجا وصام رمضان ويلعب شافي بطولات اوروبيه بلاك كان قادر يصوم ولعب ومد مردود كبير. يا خويا يصوم وربي يعطي يتقبل له صيامه يؤجر، ولا قالوا له العلماء يفطر وما فيهاش امر لي باش يقعد له في الذاكره ويعصي الاله، ما فيهاش معصيه وكذا وحلال. يا خويا ما صام لازم نحترموا رايو باش ما نديروش فتنه، او صام ما صامش سي با ماهوش عذر، لازم نحترموا راي اللاعب الا حب يصوم.